يقول السائل: لو كان الإمام على المنبر هل يصلى تحية المسجد؟ من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس قال له: قم فصلي ركعتين. إذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن يخفف الركعتين بقوله صلى الله عليه وسلم: وليتجوز فيهما، يعني يخفف. نعم.